بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الأزولة. طبعا تأخرنا كتير جدا عن الكلام عنها. النبات بسيط جدا، زراعته غير مكلفة بالمرة، بيحتاج متطلبات قليلة خالص، ورغم ان هو نسبة البروتين بتوصل من 20-30%. زمان كان بيبقى طالع في الترع والمجاري كده، احنا ما كناش نعرف اسمه يعني، بس كنت تلاقي البط، الناس اللي عارفها تعرف الكلام اللي انا بحكيه ده. كان البط والوز بعايم في الترع وفي المصارف كده، في قدام البيوت كان بيبقى فيه النبات ده ياكله كده من غير احنا ما نبقى نبات طلع وخلاص الغاز عليه. لكن طبعا ثبت وجوده في الفتره الاخيره. طبعا هو محدش يعرفه، محدش سوق له كويس، محدش اتكلم عنه بما فيه الكفايه. لكن طبعا نبات الأزولة زي ما قلنا ده نبات سرخصي، بيعيش حياة تكافلية مع طحالب معينة. بيدي النبات ده يعني ما شاء الله، يعني ممكن كل يومين ثلاثة تجمع منه النبات ديت، وان شاء الله هوريكم الصور، وممكن ناخد فيديو او اتنين في موضوع الأزولة، وعندي تحليل للبروتين بتاع الأزولة، وان شاء الله هعرضه لكم برضو على القناة ممكن الفيديو اللي جاي ان شاء الله. فالنبات سهل زراعته، عبارة عن حوض، اي المساحة اللي انت عايزها، 4x4، 3x3، ممكن يتمحر عادي بمحارة عادية زي حوض السمك كده، وممكن انك انت تحط مشمع عشان يحتفظ بالمية. بندوب طبعا في المية، بنحط نجيب ممكن لو هتحط سماد او تحط اللي هو السماد البلدي العضوي، ممكن تدوبه في المية، ممكن بنحط حاجات مركزات تملاه خماير، حاجات برضو الحاجات دي بتغذى عليها النبات بحيث ان هو مش محتاج لاي حاجة غير المية. طبعا بيطفو فوق سطح المية. ناس كتيرة استخدمته في الابقار الحلاب وقالوا ان هو بيزود انتاج اللبن، وفي ناس استخدمته في الدواجن وقال لك ان هو بيرفع انتاج البيض. طبعا دي كلها دراسات موجوده على المواقع. بالذات كمان لما بتنشف الازوله نسبه البروتين فيها بتعلى، يعني ممكن برضه تستخدم كعلف جاف. الازوله للاغنام ممتازه للاغنام. فان شاء الله هنعرض بعض الصور في الفيديو ديت ان شاء الله عن نبات الأزولة، وبعد كده ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم ازاي تزرعها في الحوض. هي بتبقى عبارة عن شتلات، بتيجي شتلات، وهي لو شوية قد كده بيفردوا في الحوض كله مسافة اسبوع زمن او 10 ايام. بص تلاقي الحوض كله اتملى، بتجمع منه كأنك بتصيد سمك كده، بتجمع منه وتسيبه يفقد المية اللي فيه، يعني يجف شوية، وبعد كده بتحطه للحيوان. ممكن تحطه اخضر، وممكن تنشفه وتحطه ناشف، او تخلطه مع التبن والحاجات ديت ويتحط ناشف بعد ما يجف خالص. في كلتا الحالتين هو نبات لازم ان احنا نتكلم عنه في ظل ارتفاع اسعار العلاف، فكان لازم ان احنا نفكر في العلف البديل او العلاف الغير تقليدية، زي ما اتكلمنا قبل كده على السلاج، على البونيكام، على السلاج طبعا بانواع، سواء كان مواد نباتية زي الذرة، زي الشعير. اتكلمنا برضو عن المخلفات الزراعية انه ممكن تعملها سلاج، سواء كان عرش بطاطس، عرش بطاطا، حتى الجريد بتاع النخل بيعملوه سلاج في الفترة الاخيرة دي بسبب ارتفاع اسعار العلاف. كله طبعا بيظبط الدورة معاك، كله بيوفر، واهم حاجة ان انا ادي الحيوان الحاجة بتاعته بدون نقص. يعني في ناس برضوش بالنسبة للشعير المستنبت، في احد الزملاء كان تواصل معايا على الواتس بيقول يا دكتور عندي ابقار حلاب، ينفع اعيش على الشعير المستنبت معيشة كاملة؟ طبعا صعب، لان انت عارف الشعير المستنبت ده نسبة بروتينه مش عالية،
حتى لو كان، لان انت طبعا هو الجنين بتاع بذرة الشعير، الطاقة اللي فيه بتطلع في الجزء الخضر اللي بيطلع دايما. فهو الشعير مستنبت، ما ينفعش ان انا اعتمد عليه اعتماد كلي، هو وجبة ممكن يسد لي محل وجبة، يعني يخف عني كمية العلف، يعني بدل ما ادي الحيوان 6 كيلو في اليوم مثلا، لا ادي له 4 وادي له بالباقي شعير مستنبت، يبقى انا حليت ازمة بالنسبة لي العلف. لكن ما اعتقدش ان هو ينفع يعتمد عليه 100% في علف، بالذات للحيوانات الحلاب يعني. دي حاجة. السلاج برضو كان في احد الزملاء من اصدقاء القناة برضو كان عنده عجول تسمين، وكان شغال بيها سلاج، بيدي سلاج الصبح وبيدي سلاج اخر النهار، وبيدي علف كمية علف كبيرة برضو في وسط النهار. فده كله ده اهدار ده، يعني انا قلنا قبل كده ان كيلو العلف يساوي 4 سلاج، يعني انت لو هتحط 8 كيلو سلاج يبقى تخصم 2 كيلو علف مركز من ال 2% اللي احنا كنا بنحكي عنها بتاع نسبة التغذية بتاع العجل او التسمين عموما يعني. فلازم تعمل له عملية حسابية، يعني هو زي ما قلنا مهما تديه لو اديته 10 كيلو هو التحويل بتاعه بيبقى خلاص واحد، الجسم بياخد كفايته والباقي بينزل في الراس. يبقى احنا من يعني ايه نركز وما نهدرش في موضوع العلف بزياده، على اساس ان انا هتيجي تحسب اخر الدوره هتلاقي نفسك مفيش ربح. تمام. يبقى اي حاجه علف غير تقليدي احنا بنستخدمه ده بنشيل قباله علف مركز. طب انا ايه الفايده؟ طيب يعني ايه الفايده ان انا اجيب مثلا سلاج او استخدم البونيكام او استخدم الازوله وبعيني احط نفس كميه العلف للاجل؟ يبقى انا كده ما عملتش حاجه. لا، انا بقول لك ان انا بستخدم العلف غير تقليدي ديت على اساس ان انا اوفر كميه العلف المركز، بحيث ان انا اقلل التكلفه المستخدمه في عمليه التسمين. وهتبدا الدور ان شاء الله، اللي عايز طبعا يبدا دورة شهر رمضان زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، يبدا من دلوقتي يبدا يشتري معاك. هو شهر رمضان ان شاء الله كل سنه طيبين، يبقى في شهر 3 عندنا احنا 11 و12 والثلاث شهور دول يبقى 5 شهور. هتبقى دوره كويسه، انت لو جبت 300 كيلو او 270 كيلو حتى في الخمس شهور ممكن باذن الله يوصل 500 كيلو معاك، هيبقى 100 100 يعني، مش عايزين اكتر من كده. فيا ريت الناس تكون مركزة وكل واحد يكون مخلي باله كويس من المال بتاعه. وزي ما قلت لكم ناحية البطارية، انا بالنسبة لي لو اي مزرعة فيها حد بيعرف يحقن كويس يتواصل معايا في اي حالة، وانا اقول له ادي 1 2 3 بما يرضي الله، وان شاء الله مش هنبخل عليكم معلومة زي ما انا قلت قبل كده. بس ابدأ صح، ما تشغلش بالك بكذا خط انتاج في وقت واحد، يعني ما تنزلش تسمين وحلاب وعجلات رضيعة وعجول رضيعة، لا وحد اتجاهك وحد هدفك على اساس تعرف تنجح فيه. عندك امكانيات وعندك راس مال كفاية وعندك اراضي ومساحات كويسة وعندك عمالة كتير، براحتك ادخل في المشاريع اللي انت عايزها، المهم ان كل مشروع يكون مستقل بذاته ومستقل بعماله، ماليش دعوه بالمشروع التاني. وربنا يكتب الخير للناس كلها يعني. تحياتي لكم جميعا اصدقائي الاعزاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.